بس أبيك تعلقين على يعني انطلاقتنا من السماح للمرأة بقيادة السيارة، وش أثره على تمكين المرأة؟ أنت بداية القرار هذا كان 100% قرار اجتماعي تمام، أو كان يتهيأ لنا أنه رفض أو رفض اجتماعي لقيادة المرأة. اكتشفنا أن المجتمع متقبل له، كان سلس معاه جدا، وبيمكنها زيادة أنها تخفف العبء عن عائلتها. يعني هي أو بداية أو في السابق كانت عبء على مثلا أبوها أخوها زوجها بمشاويرها، الآن لا، تقدر تقضي حوائجها وحوائج أطفالها إذا كانت متزوجة، إذا كانت لسه ما تزوجت مثلا ما تضطر مثلا. يعني أعطيك عن تجربة شخصية، لما كنت أدرس في الجامعة محاضراتي من 7 لـ7، حقيقة ما كانت من الساعة 7 للساعة 7، لا كانت في عندي بريك كبير العصر، أضطر أنتظر في الجامعة تمام لحد ما الوالد الله يغفر له يجي ياخذني الساعة 7، لأنه هذا الوقت المناسب. الآن البنات في الجامعة لا، تخلص محاضرتها تروح ترتاح وبعدين ترجع، إذا حتى أكسبتها وقت للراحة للاستفادة منه في أي شيء ثاني.